أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة أن زيارته لمصر تعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة. وقال رئيس جيبوتي أن محادثاته مع الرئيس السيسي كانت بناءة ومثمرة. لقد أجريت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات بناءة ومثمرة، حيث تناولنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة، كما تبادلنا الرؤية ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قد اتفقنا على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية.